تعرف عليك؟ علي سعد الله، جامعة اسكندرية، كلية فنون جميلة. النهارده دخلت المسابقة وانت عامل تمثال كده، هنخش عليه وقول لنا ايه بقى الفكرة عليه. هو تمثال فارس من فيلم اسمه آخر أيام الأرض، فيلم تسجيلي بيحكي خروج المسيح الدجال، وان ده شخصية هتبقى من ضمن الناس اللي هم المؤمنين اللي هم هيقفوا للمسيح وكده. يعني اذن ليها خلفية اسلامية؟ طبعا. انا سمعت المحكم بيقول لحضرتك على التمثال والحرمية وكده، رديت عليه قلت له ان انا طالما مش عامله بهدف العبادة مثلا او ان هو بهدف ان هو بشكل جمالي وكده، فبالتالي مش هيبقى فيه مشكله يعني. بس الفكره جات لك ازاي؟ او هو كان وركشوب في الكليه، يعني ان هو كان فيلم الابطال بتاعته كان فيلم تسجيلي بس فيلم صوتي، كان البطل الفنان خالد صالح والفنان حنان ترك والفنان هاني سلامه بس، فكنا بنعمل الشخصيات بتاعت الفيلم يعني بنقسمها في تماثيل وفي الرسم وبنعمل الاماكن بتاعتها سكتشات وكده يعني. بس فده السكيتش بتاع التمثال المفروض ان هو هيتنفس بعد كده 3D يعني. وناوي تكمل بقى في النحت ولا؟ اكيد طبعا، انا في قسم نحت شعبه ميداني وهكمل يعني عشق النحت يعني. كان الدكتور اللي كان ماسك الورك شوب كان الدكتور احمد بركات، طبعا كان هو اللي ماسك الموضوع يعني في الكليه عندي. انت ما عندكش النحت ان هو كان في مزايا بتقول النحت حرميه؟ انا زي ما قلت لحضرتك طالما انا مش بعمله بهدف العباده او ان هو يعني غرض جمالي، فبالتالي مش هيبقى فيه مشكله. وبعدين حتى لو الموضوع هيبقى فيه كلام كتير وكده، لا في حاجات كتير خالص غير ان احنا نعمل فيجر مثلا وبتاع، يعني يبقى في حاجات ابستراكت كده يعني. النتيجه ممكن بعد 3 ايام ولا حاجه ان شاء الله ربنا يسهل. شكرا قوي، السلام عليكم.